السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعلموا كيف نقرأ هاد الصون اللي أمامكم، اللي هما E I A A. فهاد الصون إلا توجدوا في شي كلمة كتكون شوية معقدة وصعيبة وما كنقدروش نقراوها بسهولة، ولكن بعد هاد الحصة إن شاء الله غتستطيعوا تقراوهم بكل بساطة. هبقى معنا حتى لنهاية الدرس. فأولا إي ممكن تكتب على دو فاسون، على حسب نوع الكلمة، واش ماسكولا يعني واش مذكر أو فيمينا مؤنث. فإذا كانت الكلمة ماسكولا أو مذكر كنكتبو إي على هاد لافاسون، وإلا كانت فيمينا أو مؤنث فإي كنضيفو لها أو، ولكن تبقى نفس النطق. الآن نمر نشوفو دي زيكزامبل. ألوغ عندنا un papillon donc هنا قلنا اي papillon un papillon d'accord ما قلناش papillon لا قلنا un papillon ion d'accord donc عندنا le son اي un papillon عندنا ايضا un coquillage اي coquillage d'accord un coquillage فهذا بالنسبة للمسكولين. الآن شوفوا فيمينا عندنا une famille donc المسكولين دائما كنضيفو e une famille عندنا أيضا une fille ما قلناش une fille لا كنقولو une fille وعندنا أيضا la vanille la vanille la vanille donc ما قلناش la vanille لا كنقولو la vanille i deux l e كنقراوها i d'accord ف un papillon هي فراشة un coquillage هو الكوكياج اللي كيظهر امامكم في الصورة و une famille هي العائلة une fille هي بنت ف la fille هي البنت و الغارسون هو الولد لا فاني هي نكهة الفانيلا. alors غالبا فاش كنلقاو شي كلمة فيها اي دو زيل او اي دو زيل او كنقراوها اي اي صف واحد الكلمات اللي هما ميل مليون فيل فيلاج ترانكيل فهاد الكلمات فيهم اي دو زيل او اي دو زيل او ولكن ما كنقراوهاش باي كنقراو L كنقول على لتر L دونك كنقولو ميل ميل هي ألف مليون مليون هي مليون دونك هنا قلنا إي ليون ما قلناش إي نو مليون فيل مدينة فيلاج ترانكيل فهاد الكلمات هما الاستثناء ما كنقراوهمش بإي ولكن كنقراوهم كنتقو يعني لا لتر ال كنقولو ميل مليون فيل فيلاج ترانكيل فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لإي وإي الآن نمرو ل أي ال كنقراوها أي أي بالنسبة لأي الأولى فكتكون في الأسماء اللي هما ماسكولان أو مذكر وبالنسبة لآي الثانية اللي كتكون فيها دو زيل او فهي كتكون في الأسماء اللي هما فيمينا أو مؤنث الآن نمرو نشوفو دي زيكزامبل أو أمثلة فعندنا أن ترافاي أن ترافاي دونك انتبهوا فقلنا ترافاي أي أن ترافاي أن إبوفونتاي أن إبوفونتاي épouvantail donc هنا قرينا اي تاي épouvantail d'accord a i l قريناها اي travail épouvantail détail donc هنا عندنا détail تاي détail donc a i l كنقراوها اي هادو بالنسبه للكلمات اللي هما ماسكولان او مذكر الان شوف الكلمات اللي هما فيمينا او مؤنث فعندنا اون ميداي اون ميداي اون ميداي الكلمه الثانيه اون باتاي اون باتاي
اي دونك قلنا اي باتاي اون باتاي. الكلمه الاخيره لا باي لا باي لا باي. فبالنسبه لان ترافاي هو العمل، ان ايبوفونتاي هو الفزاعه، ديتاي فكنقولوا اون ديتاي يعني بالتفصيل، اون ميداي هي الميداليه، اون باتاي هي المعركه، وبالنسبه لباي هو هذا الذي في الصوره. دونك اي ال كنقراوها اي اي. فهذا بالنسبه لاي، والان ننتقلوا لاي اي. فا او اي ال كنقراوها اي، وكتكون في الاسماء اللي هما ماسكولين. وبالنسبه لاي اللي كتكون فيها دو زل او، فهي كتكون في الاسماء اللي هما فيمينا او مؤنث. والان مرة نشوفوا دي زيكزامبل او امثله. الوغ عندنا ان سولي ان سولي، فهنا قلنا اي سولي ان سولي. داكوغ دونك او اي ال كنقراوها اي سولي. الكلمه الثانيه ان ريفي ان ريفي ان ريفي. داكوغ ان ريفي ان ريفي اي. دونك قلنا ريفي ريفي ان ريفي. وعندنا ايضا ان سومي ان سومي ان سومي سومي. فانتبهوا لطريقه النطق ان سومي. فهذا بالنسبه للاسماء اللي هما ماسكولين. نشوفوا الفيمينا، عندنا اون ابي اون ابي اون ابي. عندنا ايضا اون بوتي اون بوتي اون بوتي. لافي 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 لافي. دونك انتبهوا لطريقه النطق، قلنا اون ابي اون بوتي لافي. الوغ بالنسبه لان سولي فهو الشمس، ان ريفي فهو المنبه، ان سومي فهو النوم، اون ابي هي نحله، اون بوتي فهي القنينه، ولافي هو ليله البارحه. فهذا بالنسبه لاي. والان ننتقلوا لاي اي. فبالنسبه لاي الاولى فكتكون في الاسماء اللي هما ماسكولين او مذكر، واي الثانيه اللي كتكون فيها دوزيل او فكتكون في الاسماء اللي هما فيمينا او مؤنث. والان مرو نشوفوا دي زيكزامبل. فعنا ان ايكوري ان ايكوري ان ايكوري. وعندنا ايضا ان فوتوي ان فوتوي. دونك نتبعوا فقلنا اي ايكوري ان فوتوي. وبالنسبه للفيمينا فعنا اون فوي اون فوي اون فوي. دونك نقراو اي اي ايكوري اون فوي. داكوغ. فبالنسبه لان ايكوري هو هذا الحيوان الذي يظهر امامكم، وان فوتوي هو الاريكه، واون فوي هي سوا ورقه يعني تاع الشجره او فوي تاع البابيي. دونك اون فوي. والان مرو نقراو بعض الجمل اللي كيتضمنوا هاد لي سون اللي تعرفنا عليهم. الوغ عندنا le soleil brille le soleil brille. فكل جمله غنقراها ثلاث مرات، المره الاولى والثانيه انصتوها جيدا، والمره الثالثه اعيدوها معي. le soleil brille le soleil brille. اعيدوا معي le soleil brille. دونك هنا e i l قريناها a le soleil، و اي دو زل او قريناها اي بغي لو سولي بغي. لا دوزيام فراز مون فيس فو ان ميل فوي مون فيس فو ان ميل فوي. اعيدوا معي مون فيس فو ان ميل فوي ان ميل فوي. دونك هنا عندنا
mille feuilles, œil, le son, œil. Donc, mon fils, Ibni, veut un mille feuilles, yuridu, mille feuilles, ou yani halwat, elf waraka. La troisième phrase, prends ton appareil photo. Prends ton appareil photo. Aïdoumaï. Prends ton appareil photo. Appareil. Fahna anna le son ay. Appareil. La quatrième phrase. J'ai fait ce travail la veille. J'ai fait ce travail la veille. Aïdoumaï. J'ai fait ce travail la veille. Fahna anna travail, le son ay. Et la veille, le son ay. Donc, j'ai fait ce travail la veille. قمت بهذا العمل ليلة البارحة. La dernière phrase. Ce fauteuil est confortable. Ce fauteuil est confortable. عيدوا معي. Ce fauteuil est confortable. فهنا عندنا le son œil. Fauteuil est confortable. Ce fauteuil est confortable. أو مريح. وبهذا كنصلوا لنهاية الحصة. تعلمنا فيها كيف نقرأ E, I, A, A. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. وما تنسوش لايك أو جيم في هذا كي يشجعني واشتركوا في القناة اللي ماكنتوش مشتركة من قبل. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.